لعيب وبيعرف يحكي كمان كفاح. حقيقة وجوده كقائد يعني نواف ضميات عم بيقول قال عنه لاعب كل العصور. صراحة الفكر شفت الكلمات اللي قالها قبل مباراة استراليا إنسان يوم قال له أنت المدرب قال له لا المدرب برا الملعب أنا يعطي معنويات هو يقود يعني إنسان وبعدين تواضع مستوى ثابت عندما تكلم عن الفريق قال له هذا قلب واحد يعني ما تكلم عن واحد واحد ما قال هذا نجم وهذا مش نجم لذلك أنا أعتقد الجماعية هي طريق السعودية للوصول لكأس العالم.